خليني أسأل حضراتكم آخر سؤال. السؤال بيقول إيه؟ بيقول هو الإنسان اللي غير متواضع، اللي ظهرت عليه قسمات عدم التواضع، ممكن يكتسب التواضع ولا لأ؟ سؤال صعب يعني. في الغالب طب خليني أسأله بطريقة تانية، هل أنت عندك كان عندك لعيب ما كانش متواضع وبعدين عملت تركة كده معاه وبقى متواضع ده كده حصل. خلاص احنا كده بالظبط كده؟ ده فعلا المثل اللي جه في ذهني، يعني انه هي بتبقى حاجة صعبة شوية، بس في ناس يعني لازم يحصل لها موقف قوي شوية عشان يبتدي يحس انه انا محتاج ان انا اتحلى بالقيمة دي، ان هو بيبقى ماشي حاسس ان هو زي ما كانت بتتقال حتة انه يا ارض تهدي ما عليك ادي، انه انا ماشي وبكسر في الناس وبكسر في الدنيا. لا، بيحصل موقف يخليه شوية يقف ويبتدي يفكر انه لا، انا محتاج ان انا اهدى شوية. ساعات بتبقى بموقف قوي وساعات بتبقى بالمشاهدة. انا بحس ان قيمة التواضع قيمة مهمة جدا، ان انت تشوفها في حد وتشوف عملت له ايه الولد ده؟ تأثيرها عليك. عملت له ايه؟ قول لي. هو اكيد مش هيبقى عارف ان احنا لا بنتكلم عليه. يعني هو كان كورس اوف اكشن كده كبير يعني، بس كان في الاول لازم يحس ان في قواعد، وفي يعني انه ما ينفعش تتعدى القواعد دي. فلما حس مني ان انا في شخصية قوية، وفي ان هو هيخبط في حيطة مش هيمشي معايا بطريق عوج، لازم تمشي عدل. وبعد ما حس ده ابتديت اخده على جنب لوحده واتكلم معاه انه ازاي انت تقدر تستغل مهاراتك، ومهم جدا ان انا لازم اديله حاجه. فاشتغلت معاه فردي، ودي حاجه بالنسبه للولاد اللي بتبقى عندها الفخر وكده وعنده عزه النفس دي، لما بتديله حاجه هو على طول بيتواضع، ان انت علمته حاجه. انت فتحت لنا طريق مهم جدا 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 يا سادة. ما حدش يروح يقول لحد ارجوك تبقى متواضع وهو مش متواضع. يعني دي هو حقيقة. الشخص شاف مدربه، ولا شاف استاذه، ولا شاف والدته، ولا شاف والده، وهو بيقول له تواضع، وهو في نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيتواضع ان هو بعد كده بيلين وبيقعد معاه وبيكلمه وبيديله مكافأة عشان يقول له على فكرة انا مش راجل لا يأتيني، انا ممكن اخطئ، وانا مش لا يأتيني البطل من بين يدي ومن خلفي، لا انا استطيع ان انا اعدل الكلام ده واتنازل عن الشده اللي انا كنت فيها الى لين. هو لما بيلاحظ النزول من الشده الى لين، هو بيحس ان هو ده نموذج محترم للتواضع.